السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقاء وشركاء قناة الحكاية والاستشارات، أهلا وسهلا بكم. اللهم صل وسلم وبارك على خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم تاني في حكاية قانونية جديدة، لكن الحكاية بتاعت النهاردة هي سؤال جالي كتير على صفحة القناة، وأخبار متداولة كتير بخصوص الإعلان عن اشتراطات جديدة للبناء سواء في المدن أو في القرى. وفي الحقيقة هي كانت حاليا اللي احنا شغالين فيه قانون التصالح، وإنه تم مد العمل بقانون التصالح أكتر من مرة، وآخر مرة النهاردة آخر موعد لقانون التصالح الشهر اللي احنا فيه آخر السنة، وفي توقعات انه هيبقى في مد تاني، لان انت بتتكلم على 2 مليون مخالفة لسه لغاية دلوقتي. في ناس كتير ما قدمتش على التصالح او على تقنين الاوضاع للمباني المخالفة في الفترة الاخيرة والايام دي. انا شايف اخبار كتيرة جدا جدا عن الاعلان عن وجود اشتراطات جديدة، وإن تم الإعلان عن مواصفات معينة لاستخراج الترخيص ومساحات معينة تم الإعلان عنها، لكن بصراحة في الحقيقة الكلام ده كله لغاية دلوقتي كله تكهنات، وكل ما يعلن في مواقع التواصل الاجتماعي مفيش أي شيء بشأنه رسمي. اللي شغال حاليا دلوقتي واللي بيطبق هو قانون 119 لسنة 2008 وتعديلاته المتتالية بخصوص التصالح والكلام ده كله. يعني مفيش ألاقي النهاردة واحد بيتكلم على إن في اشتراطات جديدة للقرى وإن في حيز عمراني، كل الكلام ده كله ما حصلش. كل الكلام ده كله إحنا شغالين على قديمه، كل الكلام كل الموضوع إن المباني تم وقفها لمدة 6 شهور مرحلة انتقالية، عشان الدولة النهاردة بتتجه للخروج من حيز العشوائيات. الدولة والحكومة بشكل عام عاوزة تعمل مجتمعات عمرانية جديدة فيها تنظيم، فيها حيز عمراني منظم، فيها مناطق سكنية معينة، في مناطق تجارية، في مناطق إدارية، في أسواق، في خدمات. كل الكلام ده كله الحكومة بتعد مشروع قانون، وعشان يبقى فيه اشتراطات معينة ومواصفات معينة لسه لغاية دلوقتي مفيش. ما انصحكش لغاية اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها ان انت تروح تبني او ان انت تفكر في مباني حاليا، وبلاش تسمع اشاعات وبلبلة، لان الاخبار بتتكلم على المساحة المسموح بيها او اللي هيسمح بيها 170 متر او 140، لازم يكون عندك 170 متر او 200 متر عشان تاخد ترخيص، وعرض الشارع مرة ونص أو مرتين. ما مرة ونص موجود في القانون القديم، مرة ونص أصلا موجود في القانون القديم، ومرتين موجود في بالنسبة للقرى، مرة ونص بالنسبة للمدن. يعني ما فيش جديد. كل اللي حصل إن في لجنة اجتمعت، اللجنة دي حطت شوية خطوط عريضة ومقترحات. المقترحات دي في ناس بدأت تعمل تكهنات وتعمل منها أخبار وتنشرها. المقترحات دي لسه مشروع هيتعرض على رئاسة الجمهورية وهيتراجع، وغالبا هيعرض على مجلس الشعب الجديد لما ينعقد وجلساته تشتغل، وبعد كده يقر، وبعد كده يعلن ان في قرار او قانون ويبدأ تطبيقه. يعني مراحل القانون او مراحل القرار ما بتتمش النهاردة نعمل الاشتراطات تتعلن طبق، لا مفيش الكلام ده. فياريت مفيش اي جديد بخصوص الاشتراطات البنائية اللي أعلن عنها. كل اللي أعلن عنه ده محض مقترحات من الناس اللي كانت أعضاء في اللجنة ومصادر، ما أنتش عارف تمسك مصدر. يعني أنا دورت عشان ألاقي مصدر تمسك منه معلومة إن طلع قرار أو طلع قانون، كل الكلام ده مش موجود. اللي موجود حاليا اللي هو القانون 119 لسنة 2008 وتعديلاته بخصوص التصالح ومد التصالح وقف البنى في بعض الأماكن، وفي أماكن معينة اتمنع فيها البنى تماما، وفي أماكن في القاهرة اتسمح بالبنى على الأرض الزراعية اللي هي في حيز السكن فقط لا غير. مفيش أي جديد بخصوص اشتراطات بناء أو غيره. فبلاش، احنا علينا ان احنا نصبر، وبلاش تقلق، وان شاء الله هتبني،
وان شاء الله المباني هتتفتح، مش هتفضل مقفولة. بس هو الغرض من المهلة ان يبقى يتعمل قانون واطار معين يحكم عملية المباني، ما تبقى السداح مداح زي ما كان معمول بيها، وعشان ما يبقاش فيه عشوائية. فيا ريت اللي بيطلع يتكلم ليه يتكلم عن علم او واخد خبر او في قانون بالفعل. القانون عشان يطلع ويتطبق لازم ينشر، بيمر بمراحل معينة، يا الحكومة تقترحه، يا مجلس الشعب يقترحه، بعد كده يتوافق عليه، بعد كده مؤسسة الرئاسة تصدق على القانون، بعد كده ينشر في الجريدة الرسمية، بعد كده يعمل بيه من اليوم التالي لنشره. مفيش الكلام ده كله، مفيش مراحل لكل الكلام ده كله مرة. أي قانون بيصدر لازم يوافق عليه السلطة التشريعية اللي هي مجلس الشعب، وبعد كده بيصدر. إنما الناس اللي طالعة تعمل بلبلة وطالعة تعمل ترندات وطالعة تعمل أخبار ليس لها أي حقيقة على أرض الواقع. فنصيحة مرة تانية، بلاش تبني، بلاش تعمل أي مخالفة، وحاول اللي ما قدمش على التصالح يحاول يقنن أوضاعه، لأن تقنين الأوضاع مصلحة ليك ومصلحة للدنيا كلها. وإن شاء الله يعني بأكد مرة تانية على موضوع الاشتراطات الصحية، وإن احنا نلتزم بلبس الكمامة ونلتزم بكل القرارات اللي أصدرتها لجنة كورونا، عشان الفترة الجاية ربنا يعديها على خير، وربنا يكتب الشفاء للجميع ويرحم موتانا ويرحمنا جميعا إن شاء الله. ودمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.